إزاي تكون أب صديق وإزاي تكوني أم صديقة؟ ليه الكلام ده؟ لأن ما عادش ينفع نراقب ولادنا زي زمان، لأن الزمن اتغير، ما عادش ينفع نسيطر على ولادنا 24 ساعة. طب إيه البديل؟ البديل إنك تكون أب صديق وتكوني أم صديقة. في دراسة عملتها جامعة تورونتو على 1600 من الشباب والبنات الكنديين، اكتشفت الدراسة إن احتياجات الشباب لأبائهم وأمهاتهم في سن المراهقة 3 أضعاف احتياجاتهم لأبائهم وأمهاتهم وهم أطفال سنهم 5 و6 سنين، مع إن احنا فاكرين العكس، فاكرين إن الأطفال هم اللي بيحتاجوا لنا أكتر. وكمان المطلوب quality time، يعني مش كفاية تقول أيوة ما أنا بشوف ولادي كل يوم وبقعد معهم شوية، لأ، المهم إنك تقعد معاهم بتركيز باهتمام، تعيش فكرة إنك صديق لابنك. تعالوا نقول 7 قواعد إزاي تكون أب صديق وإزاي تكوني أم صديقة. 1، ادعم ابنك دايما، خليك في ظهره، أبوك دايما في ظهرك، لازم يحس بالمعنى ده. في تمرين الكورة موجود، عنده حلم معين وكل الناس مش مصدقاه، بس أبوه في ظهره. 2، ناكل مع بعض كل يوم، نتعشى سوا مثلا، نخرج مع بعض ونتكلم ونقعد مع بعض على أكلة حلوة مرة كل يوم أو مرة كل يومين 3 حتى. 3، انضم إلى عالم ابنك، خليك مستعد إنك تنضم لعالم المراهقين كأب، مستعد تلعب معاه كورة، مستعد تلعب معاه بلاي ستيشن، مستعد إن ابنك يشعر إنك فعلا صديقه حتى في اللعب مش بس كلام الكبار. 4، سافروا مع بعض. أيوة، لو سافرت أنت وابنك رحلة مع بعض أنت مش متخيل حجم الصداقة والحب والود اللي هتحصل بينكوا قد إيه. اتفسحوا سوا، هتتفتح القلوب في السفر. 5، اتعلموا مع بعض حاجة، أنت مثلا تعلموا إزاي يعمل ميكانيكا في العربية وهو يعلمك حاجة على التكنولوجي، حاجة على الإنترنت. المهم إن أنتوا تحسوا إن أنتوا بتتعاملوا مع بعض وبتشتغلوا مع بعض. 6، اعملوا مشروع سوا. عمرك فكرت انت وابنك واصحاب ابنك مثلا تعملوا مشروع سوا؟ وايه المانع انك تفكر مع ابائهم كمان نشغل ولادنا في مشروع، ويكون المشروع بسيط او فكرة بسيطة وننفذها كلنا مع بعض. 7، حط نظام في البيت لاستخدام الالكترونيات. الانترنت في البيت مش شغال 24 ساعة ومنعنا ان احنا نقعد مع بعض او نتكلم مع بعض، كل واحد منكم قاعد على الانترنت وسايب الباقيين، لأ، في نظام يتحط للانترنت. طب انا لو عملت الحاجات دي هبقى اب صديق وحكون ام صديقة؟ طبعا، وحيكون ابنك هو اللي عايز ييجي ويحكي لك ويتكلم معاك لان احنا بقينا اصحاب. الأب الصديق والأم الصديقة مدرسة جديدة، بس مش بتاعت ولادنا، إحنا اللي محتاجين ندخلها.